هناك حشدان في العراق، حشد مقدس وحشد مدنس. الحشد المقدس هذا اللي ترك عائلته وأطفاله، أرامل وأيتام وأمه وأبوه صرخ وراء الفقراء من الشعب العراقي، سواء كان سنة وشيعة ومن أي محافظة. هؤلاء أقدسهم وأقبلهم في جبينهم، يعني كل واحد من أجهم. أما الحشد المدنس، من استخدم دماء هؤلاء ليصبح غنيا فاسدا مرتزق لأجل الغير، مماليك بفلوس اشتراهم حتى يشتغلون للغير، وأموالهم صارت باهظة وطالة. هذا واحد، شق الأول. شق الثاني، نعم نفس الأهداف اللي أشرت لها، ولكن مو من مصلحة العراق ولا لأجل العراق، لا لأجل أجندات خارجية. وإحنا نقول غالبهم، مو كلياتهم، غالبهم يفكرون ويخططون بأجندات خارج الحدود. وكما قال غاندي، ما أكثرهم حول السلطة وما أقلهم حول الوطن. هم نفسهم دولي، سواء كانوا سياسيين برلمانيين، واحترامنا للجميع، لكن هاي أهدافهم وفصائل أيضاً.